مثلا النمش في ناس ممكن كتير بيبقى عندها نمش، وفي ناس بتروح تعمل نمش وناس تانية عايزة تشيل النمش، فاللي عايز يشيل النمش ممكن يجي يعمل جلسات ليزر. النمش بقى في نوعين، في نوع مثلا ماسك في طبقة الجلد الخارجية الإيبيدرمس، ونوع في الدرمس. ففي نوعين من الأجهزة، ممكن حاجة اسمها الفراكشنال ليزر اللي هي الليزر التسطيحي، الليزر اللي هو بيقشر طبقة الجلد بدرجات معينة وبس، بتقعدي له في البيت بقى شوية حلوين 3 4 أيام كده تقشري، عشان بيبقى الجلد مش عايز، ما ينفعش يتعرض للشمس، يتعرض لحرارة وشمس وفاونديشن. طيب، أو الليزر التاني اللي هو مش عارفة الفرق بين الليزر العادي والفراكشنال ليزر، لو حضرتك توضحي لنا. هي فكرة الليزر جت منين؟ احنا دلوقتي لما بنتعور او اي اصابه بتحصل في جسمنا، المخ بيبعت اشارات. يعني حاولي تفهمي معانا كده هي الفكره جت منين. المخ بيبعت اشارات عشان التعويره دي يتكون كولاجين جديد وخلايا جديده، فايه طبعا يحصل تجدد للخلايا الاصابه دي. من هنا بدات الناس تفكر طب ليه ما نعملش تقشير ونقشر طبقه الجلد بطبقات مواد معينه، فنشيل خالص فيحفز انتاج، برافو عليك، الكولاجين فيلقم. فجت من هنا فكره التقشير. استعملوا التقشير كيميائي والحاجات ديت، فبدا يحصل اثار جانبيه شديده جدا، لان انت بتستعملي حاجات فيها مواد كيميائيه، فوارد انها تصيب يا تخيب، ولو خابت شكرا، لو عروسه او حاجه صعبه جدا، مشكله طبعا، مشاكلها صعب. فاحنا طيب ساعات بتبقى بقع بسيطه مش مستاهله تقشير الوش بالزبط كله، بالظبط. فعايزه بس كمان الليزر على المكان. التقشير ما تقدريش تتحكمي فيها، ممكن تبقي شغاله سوبرفيشال، ممكن تخشي تدخلي ديب شويه فتبقى اعمق فتجيب اثار جانبيه اكتر. من هنا جت فكره طب ليه ما نعملش ليزر؟ ليه نقشر تقشير كيميائي؟ طب ما نعمل ليزر. فبداوا ان هم من زمان يعملوا ليزر على طبقه الجلد كلها، فبرضه زي ما انت وحضرتك قلتي كده اللي هو التقشير هيحصل على بشره كلها، فيحصل اثار جانبيه شديده. من هنا بقى جت فكره الفراكشنال ليزر. ليه ما نقسمش الفراكشنال؟ كلمه فراكشنال يعني تسطيح الضربه بالليزر تكون على اماكن واماكن لا، يعني يسيبوا جزء يضربوا جزء ويسيبوا جزء سليم عشان يسرع الالتئام ويقلل عمليه الداون تايم عشان ما تقعديش كتير بعد الجلسه دي. بقى الفرق اللي هو بين الفراكشنال ليزر وبين الليزر العادي. سؤال تاني بقى غير التصبغ، احيانا بيكون في حبايه كده صغيره اللي هي الثابته دي اللي هي بتاعه المواسم دي، يعني غير الحبايه اللي بتطلع الموسميه اللي هي بتطلع دايما مع المناسبات، دي بيبقى ليها علاج معين بيتحط موضعي، لكن في حبات كده اللي هي ما بتروحش دي بيبقى علاجها الليزر، اللي هي بتبقى معبيه مثلا حبوب معبيه ولا اثار حبوب، يعني بتبقى حبايه دايما صغيره كده وثابته بقى لها كتير، مفيش علاج جايب معاها نتيجه، بتحصل لبعض الناس او زوائد جلديه. في الحاله دي خلينا نقول حاجه ودي حاجه، يعني لو هي اثار حبوب ثابته ومقرفه وبقى لها فتره طويله والبيشنت جابت اخرها منها، بندخل نعمل كولد بيل، نقشر الطبقه دي والطبقه اللي تحتها، وبعد كده نعمل ليزر على البارد، نقفل المسام عشان الموضوع ما يطلعش تاني، نعمل ليزر بعدها برده عشان نقفل المسام فالحبوب ايه ما تطلعش تاني. دي فكره. الحاجه الثانيه لو هي زوائد جلديه بالفراكشنال ليزر، في الجزء اللي هو الجراحي بتاعه الجهاز نفسه، في جزء كده عامل زي جزء جراحي بيشيل الزوايد دي في ثانيه، يعني والزوايد بتبقى وراثه، يعني الزوايد لها اسباب، يعني بتبقى وراثيه مش بتبقى في البشره بس، هي مثلا في الاندر ارم، يعني تطلع في حتت كتير في الجسم مش في الوش بس. لما تيجي تتكلمي مع البيشنت كده تساليها مامتك وباباكي، ايوه عرفتي منين؟ ايوه هي وراثه مش عارفه منين. فيتعامل بقى بالجهاز الفراكشنال في ثانيه، هي جلسه بخلص الموضوع. تمام. والزوايد من الحاجات اللي بتجيلي كتير في العياده، تمام، يعني ناس كتير بتشتكي.